بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا زين العابدين، السلام عليك يا زين المتهجدين، السلام عليك يا إمام المتقين، السلام عليك يا درة الصالحين، السلام عليك يا ولي المسلمين، السلام عليك يا قرة عين الناظرين العارفين، السلام عليك يا خلف السابقين، السلام عليك يا وصي الوصيين، السلام عليك يا خازن وصايا المرسلين، السلام عليك يا ضوء المستوحشين، السلام عليك يا نور المجتهدين، السلام عليك يا سراج المرتضين، السلام عليك يا ذخر المتعبدين، السلام عليك يا مصباح العالمين، السلام عليك يا سفينة العلم، السلام عليك يا سكينة الحلم، السلام عليك يا ميزان القصاص، السلام عليك يا سفينة الخلاص، السلام عليك يا بحر الندى، السلام عليك يا بدر الدجى، السلام عليك أيها الأواه الحليم، السلام عليك أيها الصابر الحكيم، السلام عليك يا رئيس البكائين، السلام عليك يا مصباح المؤمنين، السلام عليك يا مولاي يا أبا محمد، أشهد أنك حجة الله وابن حجتي وأبو حججه وابن أمينه وأبو أمنائه، وأنك ناصحت في عبادة ربك وسارعت في مرضاته وخيبت أعداءه وسررت أولياءه. أشهد أنك قد عبدت الله حق عبادته واتقيته حق تقاته وأطعته حق طاعته حتى أتاك اليقين. فعليك يا مولاي يا ابن رسول الله أفضل التحية والسلام عليك ورحمة الله وبركاته.